صباح الخير، راح اسوي بانكيك. كوب طحين، نص كوب حليب، ممكن احتاج شوي زيادة زيت، شوي يمكن ربع او ملعقة زيت. هنا في سكر فنجال وملعقة بيكنج بودر صغيرة وذرة فانيليا، احب ريحتها. راح ازيد نص كوب ثاني، يعني تقريبا كوب طحين كوب حليب. نحرك، المفروض طحين ابيض بس ما عندي ابيض، صلحته طحين بر مخلوط مع ابيض. كذا خلاص نولع الصاجة ونسوي على طول عليها الصاجة، نشغلها على طول المقلاة وعلى طول نحط عليها، ما ننتظرها تسخن. زدت الموية شوي، تقريبا الكمية تكفي 8 أقراص بانكيك. إذا طلعت فيها فقاعات قلبوها، خلي النار هادية. ما عندكم عسل سووا شيرة قطر، كاس سكر، كاس سكر بني، سكر بني كاس، كاسين موية، خليه 10 دقايق يغلي، يطلع لكم أحلى شيرة. شوفوا هذه قبل ما أخفف العجينة طلعت مرة متينة، وهذه بعد ما خففت العجينة.
فين؟ لسه ما خلصتيش الناس اللي هم جايين. بصي يا بوي، العود ده احلى ولا ده احلى على الفستان؟ انت مش سامع على دول؟ دول مش دول بتوع العرسان اللي فاتوا؟ والعود ده انت مهم ايه؟ يقولوا بالعرسان بتوعهم فريق. وهنا مع اكواب الكرداتو اللي صلحت عليه حبيت اختم معكم المقطع. اعطوني رايكم ايش اعجبكم، الكوب الاول ولا الثاني؟ ولا تنسون اللايك والاشتراك والسبسكرايب ومنشن الصديق والاعجاب، فعلوا الجرس للكل عشان اي جديد المقاطع ينزل لكم. لازم تحطون اختيار الكل. مع السلامة، اشوفكم بفلوق ثاني، ولا تحرموني من تعليقاتكم الجميلة واي رسمة اعجبتكم.